كلمة الترحيب من أصحاب المكان الأرض والدار من المحترم فائق الاحترام الرائع دوما وأبدا معالي اللواء أحمد سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. في البداية كل عام وأنتم بخير بحلول عام الميلاد الجديد، أعاذه الله علينا وعليكم جميعا بالخير والسعادة والأمن والأمان. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي وإخوتي أعضاء مجلس إدارة نادي أسوان السيد النائب رئيس الإدارة الكابتن مجدي سبالك والزملاء الأعضاء والجمعية العمومية، نرحب بالسادة الضيوف ونشكر الإدارة التعليمية أن اختارت هذا المكان اللي كان لي شرف أن الكابتن سمير يكون فيه من الرعاة الأوائل واللي كان لي بصمة في النادي. لكن أحب يعني بشكر في الفرصة أن احنا بنتكلم عن الاحتفال في رجال التربية والتعليم. فقبل ما نتكلم عن المحتفى به، طبعا ما فيش حد ليه ذكريات في التربية والتعليم، فأنا بقول عن تجربة شخصية، يعني أي حد وصل لمكانة سواء علمية أو فلوقية أو مكان في الوظيفة لازم يدين الفضل للمدرس الأول اللي هو صاحب هذا الفضل. وأنا أتذكر يعني دخلت يعني مواليد 55، يعني دخلت أولى ابتدائي 61، يعني عارف أول يوم دخلت في المدرسة ومين الأستاذ اللي كان عندي الله يرحمه الأستاذ لطفي، ومين كان ناظر المدرسة الأستاذ فتحي منصور التر، ومين مدرس التربية الرياضية وده أهم حاجة الأستاذ أبو بكر والأستاذ فهمي. يعني دي طبعا ذكريات. ولما رحت السنة المواساة برضك تذكرت الشيخ أبو دوح عليه رحمة الله والأستاذ علي فهمي والأستاذ مركز والصاوي، كل دول برضك التربية الرياضية، لكن عارف المرحوم العجمي برياضة والمعداوي إنجليزي سنة مواساة. ولما رحنا العقاد وما أدراك ما العقاد، كان زميل الاخ كابتن مجدي والاستاذ عصام بحر والكوكبه اللي كنا فيها، طبعا لازم المرحوم برضك الاستاذ سليمان عزب والناظر كمال عباس ناصر، ما ينساش ابدا. لدرجه انا هقول برضك تجربه شخصيه ولازم ندي كل واحد حقه، واستمرت حتى مع اولادي. وبشكر الاستاذ المربي الفاضل الاستاذ فيصل نعيم، حتى الان يتصل ويسال على اولادي اللي هم كانوا تلاميذ عنده لغايه ما الحمد لله وتخرجوا. يعني فالامتداد المدرس ده زي الام في البيت بالظبط، الأم مدرسة والمدرس هو المدرسة. كنت اشتغلت في الجوازات 13 سنة رئيس مكتب جوازات أسوان، فكان أي مدرس يجي يخش أعرف ما أعرفوش ألاقي الاستمارة مكتوب مدرس، كنت أخذه وأقعد وأريحه وأعمله بدون ما أعرفه. فلقيت موظف لاحظ الملحوظة دي، قال لي بلاحظ عليك إنك أنت أي مدرس، قلت له لا، لولا المدرس ما كنتش أنا قعدت القعدة دي في الكرسي ده وفي الظابط يعني. فلازم أنا يعني حتى الآن، والعلاقة مع المدرسين ربنا يرحم الجميع اللي توفوا والمستمرين حاليين الصحة والعافية، فما نقدرش ننسى فضل أبدا المدرسين الأوائل اللي هم علمونا وكانوا يعلموك التربية قبل العلم. وأنا فاكر مرة يعني كنت أخرت برا البيت، فالمرحوم أبويا رحمة الله قال لي مش هضربك في البيت، كنت أول افتتاح ساحة الحصائر، فأخذت اليوم كله هناك لغاية آخر الليل، قالوا ده تاه. رحت خدوني أبويا وما رجيت بالبيت قال لي مش هضربك، انا هوديك على استاذ لطفي هو اللي هيربيك وهو اللي هيخليك ما تخيبش تاني عن البيت. فطبعا كل التقدير والاحترام للمدرس ايا كان من حضانه لغايه تخرج في الجامعه، والحمد لله يعني. فبنشكر الاخوه اللي اختاروا نادي اسوان عشان نلتقي بالكوكبه دي. اما الاخ سمير طبعا في حدث ولا حرج، ابن العمومه ومن اهل الجزيره، وطبعا الجزيره دول لهم في القلب المحبه، وهو بالنسبة للنادي طبعا ده مكانه، وكان له بصمة في حمام السباحة وفي النشاط الرياضي، وبنرحب به في أي وقت ويشرفنا في أي وقت. ومرة تانية بنشكر كل قيادات التعليم وكل راح شرفونا في المركز وفي النادي، وبنشكر قيادات الشباب والرياضة ورأس الحاج هاني هاني رجدي رجل بصمة، والأستاذ فتحي والحاج ناصر والأستاذ مصطفى وكل الزملاء، طبعا قيادات التربية والتعليم ورأسها الأستاذ جمال، يعني الأشخاص الأفاضل اللي كنا بنروح للمكتب أي طلب كان يعني كان بيلبهولنا. مرة أخرى بنشكركم جميعا وأهلا وسهلا بكم في نادي أسوان في أي وقت، وتشرفونا دائما. وكابتن سمير نتمنى له حياة سعيدة ويبدأ حياته بقى الرياضية والحياة الاجتماعية إن شاء الله، ويبقى شرف لنادي أسوان في أي وقت. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm going to move it. I'm going to move it.